السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من سلسلة دروس الجدول المشترك العلمي خيار فرنسية. اليوم غادي نشوفو درس لوغ طون ان، الدرس اللي كيكون مجموعة الفقرات من بين الفقرات لا كومباريزون. غادي نشوفو اليوم لا كومباريزون بعض الطرق اللي كنستعملوها باش نقارنو واحد جوج ديال الأعداد. إذا لا كومباريزون هي المقارنة، كنقارنو جوج الأعداد. مثلا عندنا أ أ بي، خصنا نقارنوهم. من بين الطرق اللي كنستعملو هي كنديرو الفرق، كنحسبو الفرق ديالهم، يعني نحسبو أ ناقص بي ونشوفو هاد الأ ناقص بي واش موجب ولا سالب. إذا كان أ ناقص بي موجب يعني أكبر من الصفر، شنو كنستنتجو؟ بلي أ أكبر من بي. إذا كان أ ناقص بي سالب يعني أصغر من الصفر، شنو كنستنتجو؟ بلي أ أصغر من بي. إذا هادشي اللي غادي نشوفو في التمرين ديالنا اليوم. سوا أن أن أونتي ناتشوغيل نون نول كومباري أ أي بي دون لي كا سويفون، يعني غادي نقارنو أ أو بي. ولكن قبل خصنا نردو البال، هنا عندنا واحد الشرط مهم اللي غادي نستعملوه باش نعرفو واش شكون اللي كبر، واش أ ولا بي. شنو هو هاد الشرط؟ هو سوا أ أن أونتي ناتشوغيل نون نول. أن أونتي ناتشوغيل يعني عدد صحيح طبيعي، الأعداد الصحيحة الطبيعية الموجبة، يعني واحد صفر واحد جوج ثلاثة أربعة إلى آخره، مكيكونوش الأعداد عشرية. وزادونا هنا نون نول يعني غير منعدم. إذا شنو غادي نستنتجو؟ لي ان كتنتمي لين؟ كتنتمي لان اطوال، يعني ان كيفاش غادي تكون اكبر من او تساوي واحد. اذا هذا شرط مهم. نبداو مع اول عمليه، هي ا كتساوي واحد على ان، و بي كتساوي جوج على ان زائد واحد. شنو غادي نديرو؟ غادي نقارنوهم. اذا كنا غادي نستعمل الطريقه ديال الفرق، يعني نحسبو ا ناقص بي هي واحد على ان ناقص جوج على ان زائد واحد. شنو غادي نديرو؟ نوحدو المقامات. المقام واحد هو ان عامل ان زائد واحد، يعني ان غادي نضربوها في ان زائد واحد، ان زائد واحد غادي نضربوها في ان. اذا المقام واحد هو ان عامل ان زائد واحد. اذا فاش ضربنا هنا؟ ضربنا في ان زائد واحد، يعني حتى واحد غادي نضربوها في ان زائد واحد ناقص جوج. هنا فاش ضربنا ان زائد واحد في ان، يعني حتى جوج غادي نضربوها في ان. شنو غادي تساوي لنا؟ واحد في ان هي ان، واحد في واحد هي واحد، ناقص جوج نضربها في ان هي جوج ان على ان عامل ان زائد واحد. نحسبو هادي، ان ناقص جوج ان هي شحال؟ هي ناقص ان زائد واحد على ان عامل ان زائد واحد. اذا خصنا نعرفو هاد النتيجة واش موجبة ولا سالبة. نشوفو المقام، المقام عندنا موجب، حيت حنا فين خدامين؟ في ان اكبر من واحد، يعني غير موجب، ولا زدنا عليه واحد غادي يبقى موجب، ضربناه في ان غادي يبقى موجب. ولكن ناقص ان زائد واحد معرفناش واش سالب ولا موجب. باش نعرفو شنو غادي نعتمدو على هاد الشرط هذا، عندنا ان اكبر من او يساوي واحد. اذا حنا خصنا ناقص ان زائد واحد او لا واحد ناقص ان، يعني هاد الان نرجعو للطرف الاخر. شنو يبقى لنا هنا؟ يبقى لنا هنا صفر، وصفر هنا واحد ناقص ان. اذا واحد ناقص ان كيفاش دايره؟ اصغر من الصفر. اذا هنايا البسط اصغر من الصفر والمقام اكبر من الصفر، اذا النتيجه شنو غادي تكون؟ عدد سالب مقسوم على عدد موجب شنو غادي يعطينا؟ عدد سالب، يعني هذه أصغر قطعا من الصفر. إذا أ ناقص بي أصغر من الصفر. شنو غادي نستنتجو؟ بلي أ أصغر من بي. نمشيو للعملية الثانية اللي هي أ تساوي أن على أن زائد واحد، و بي كتساوي أن زائد واحد على أن زائد جوج. نفس الطريقه غادي نحسبوا الفرق ديالهم، يعني غادي نحسبوا ا ناقص بي ونشوفوا شحال غادي تعطينا. ا هي ان على ان زائد واحد ناقص بي اللي هي ان زائد واحد على ان زائد جوج. نوحدوا المقامات. اذا المقام واحد بينادو بجوج، يعني غادي نضربوا ان زائد واحد في ان زائد جوج. اذا هنا ان فاش غادي نضربوها؟ حتى هي غادي نضربوها في ان زائد جوج. وان زائد واحد حتى هي فين غادي نضربوها؟ نضربوها في ان زائد واحد. ان نضربها في ان زائد جوج على ان زائد واحد، نضربها في ان زائد جوج.
ناقص ان زائد واحد على ان زائد جوج. فاش غادي نضربو هنا؟ نضربو في ان زائد واحد. اذا حتى هنا غادي نضربو في ان زائد واحد. شنو غتعطيني هادي؟ ان في ان، ان اوسي اتنان، ان في جوج، جوج ان على ان زائد واحد، اعمل ان زائد جوج ناقص، هنا يبقى لنا ان زائد جوج، اعمل ان زائد واحد. هادي علاش ما نشرناهاش؟ حيت عارفينها موجبة. غيبقى لنا المشكل في البسط. ننشرو هادي ان في ان، ان اس اتنان، ان في واحد هي ان، واحد في ان هي ان، واحد في واحد هي واحد. نمشيو نجمعهم بجوج، ان زائد واحد عامل ان زائد جوج مقام واحد. نحسبوها هادي ان اس اتنان زائد جوج ان ناقص، هنا خصنا نفتحو قوس، منديروش ناقص ان اس اتنان زائد ان زائد ان زائد واحد، لا ناقص راه على كلشي. ان اس اتنان زائد ان زائد ان زائد واحد تساوي لنا ان اس اتنان زائد جوج ان، هنا خصنا ناقص ان اس اتنان حيت كاين قبل اشارة سالبة غادي تقلبو الرموز، ان زائد ان هي جوج ان مع الناقص، انا ناقص جوج ان زائد واحد تولي ناقص واحد على ان زائد واحد، عامل ان زائد جوج. نحسبو هادي، شفنا ان اس اتنان مع ناقص ان اس اتنان، جوج ان مع ناقص جوج ان، شنو بقالنا؟ بقالنا هي ناقص واحد على ان زائد واحد، عامل ان زائد جوج. المقام موجب والبسط كي داير؟ سالب ناقص واحد. اذا سالب مقصوب على موجب، شنو عطينا؟ عطينا سالب. بحال السالب نضرب في الموجب كيعطينا سالب، حتى القسمه سالب مقسوم على موجب عطينا اصغر من الصفر. اذا شنو غادي نستنتجو هنا؟ باللي ا ناقص بي هي اصغر من الصفر. اذا شنو غادي يكون عندنا؟ ا اصغر من بي. نمشيو العملية الثالثة والأخيرة. شنو غادي نقارنو؟ أ اللي كتساوي أن على جذر أن زائد واحد مع بي اللي كتساوي جذر أن زائد واحد. إذا أ كتساوي أن على جذر أن زائد واحد، و بي كتساوي جذر أن زائد واحد. نقارنوهم الطريقة اللي كنعرفو، أ ناقص بي. إذا أ هي أن على جذر أن زائد واحد، و بي ناقص بي اللي هي جذر ان زائد واحد. اذا باش نحسبو هادي تاهوما شنو غادي نديرو؟ غادي نوحدو المقامات. المقام واحد غادي يكون هنا هو جذر ان زائد واحد، هادي عندها في المقام واحد، يعني هادو جذر ان زائد واحد على واحد غادي نضربوها بجذر ان زائد واحد. شنو تساوي لنا؟ ان على جذر ان زائد واحد ناقص جذر ان زائد واحد، هنا على واحد غير باش نبينوها مزيان، باش نوحدو المقام غادي نضربو بجذر ان زائد واحد، حتى الفوق غادي نضربو بجذر ان زائد واحد. شنو تعطينا؟ ان على جذر ان زائد واحد ناقص جذر ان زائد واحد جذر ان زائد واحد هي جذر ان زائد واحد والكل اس اتنان على جذر ان زائد واحد. وحدنا المقام، هي جذر ان زائد واحد، عندنا هنا ان ناقص هنا جذر ان زائد واحد الكل اس اتنان، غادي تمشي لنا الاس مع الجذر، شنو تبقى لنا؟ ناقص ان زائد واحد. شنو تساوي لنا هادي؟ نحيد الاقواس، هي ان ناقص ان ناقص واحد على جذر ان زائد واحد، مشات ان مع ناقص ان، شنو بقى لنا؟ ناقص واحد على جذر ان زائد واحد. اذا غادي نعرفوا واش هذا العدد موجب ولا سالب. اذا المقام عندنا موجب، جذر ان زائد واحد موجب، وفي البسط عندنا عدد سالب، عدد سالب مقسوم على عدد موجب، شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا عدد سالب يعني اصغر من الصفر. بالتالي ا ناقص بي اصغر من الصفر، اذا ا اصغر من بي.